السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. شكرا جزيلا لك يا شيخ. يا مرحبا. على هذا البرنامج الرائع جدا. الله يجزيك خير. قولي أمين. أمين يا رب. أنا أريد منك استشارة على فيما يخص عمل زوجي. هي. زوجي يعمل في قطاع الأمن. نعم. صار له 13 سنة. هي. ولكن هو يعاني من ضغوطات في عمله. نعم. كثير يعني. هذه الضغوطات تمس مبادئه الشخصية. يعني هو زوجي رجل متدين ورائع، شخصية رائعة ومثقف ما شاء الله. نعم. ودائما يشتكي لي يعني من هو يتأدى فقط عندما يرى في العمل يعني غش، ويرى الرشوة، ويرى التلاعبات، يعني يرى أشياء هو فقط من رؤية هذه الأشياء يتأدى. نعم. هو لا يقوم بأي شيء حرام أو كذا. نعم. وهو يعمل في قطاع يخص الأمن، يعني هيك أنا ما بدي أقول بالضبط. نعم. وهو هذه الفترة الأخيرة دائما يقول لي أريد أن أترك هذا العمل وأكون حرا طليقا وأعمل في عمل خاص لي، وهو يحب التجارة جدا، وهو ذكي ومثقف، وأنا أحس أنه قادر أن ينجح في تجارته وفي عمل حر، ولكن أنا فقط التي أشجعه، لا يرى تشجيع من العائلة، الكل يقول له لا تترك العمل، لا تترك الراتب المضمون، لا تغامر كذا وكذا. نحن زوجين جديدين، لسه متزوجين جدد، لسه ما عندنا أطفال، وأنا قلت له استغل هذه الفراغ وهذه يعني لسه ما في أطفال واترك العمل إذا كنت غير مرتاح نفسيا وابدأ عملا خاص وأنا معك، وأنا أريد الآن وهو يستمع إليك أريدك أن يعني ما رأيك، ونريد استشارة منك فقط. والله لا أعلم هذا الأمر يعني إيه الاستشارة يعني كاين اللي بيقول لي لا حرام تترك يعني عمل، لا ما في حرام يترك العمل، في جاء في الأثر 19 رزق أمتي في التجارة، علمت فالتجارة الله عز وجل بارك بها، دائما أهل نعم. الوظيفة يبقى في وظيفته ويموت في وظيفته وتقاعد في وظيفته، وأهل الغنى هم من بدأ بالتجارة واستمر بالتجارة وناضل بالتجارة، فالتجارة نعم. بركتها أوسع جدا بكثير من الوظيفة، الوظيفة نعم. تقيدك تربطك نعم هو مقيد جدا أدري، لكن لماذا أنا لا أعلم؟ لأنه هو مستأمن، بما أنه مستأمن وأمين ويزعجه ما يرى ويقوم بالإصلاح فمكانه كثيرا يعني مكانه إن ترك مشكلة، علمتي؟ نسأل الله له نعم. التوفيق، لكن هذه الأمور أختي وماذا رأيك يعني هل يعني يترك الوظيفة أنت فاهمة الشيخ الدين أو اللي يتكلم أو اللي يفتي فاهمينه غلط وظيفة نعم. وسيم ما يحدد مصائر الناس وأنا لا أعلم الغيب ولو بعلم الغيب لارتحت لا يعني زوجي لكن لانه كمان رجل متدين أدري يعني فما حد يعلم الغيب خاف يقول اقطع رزق هذا الرزق لا ما في الرزق لا يقطع الا بموته وبموتك الرزق ما يقطع طالما انت تتنفس الرزق مضمون لكن الشيخ الدين او كذا او المسلم ما يحدد مصائر احد يعني هذا امر نعم. عائلي خاص لماذا تقحمين نعم. رجل الدين فيه بمسمى رجل الدين لماذا تقحمين نعم. ما يسمى بمفتن فيه هذا أمر خاص أنا زوج عندي وظيفة يترك ولا يتاجر أمر خاص يعود لك ولا أنت تجلسون تناقشون ما بتحتاجوا رأي دين لا تأخذوا مشايخكم أحبارا ورهبانا كما فعل اليهود والنصارى من قبل هذا مصائر حياة أنتم تقرروها ما يحتاج فتوى علمت أختي فأنتم صل استخارة وشاور استخارة أفضل من مليون وسيم من مليار أفضل من وسيم استخارة بس وأفوضي أمرك لله لا تقحم نعم. رجال الدين يعني أنا قلت له الله هو الرزاق إذا يعني ابتديت ما خاب من استشار يعني نحن استشارنا مسألة الله هو الرزاق ما تحتاج مستشار الحمد لله ما تحتاج نعم. مستشار الله هو الرزاق نعم. سبحانه نعم. هذا يقينا عند كل يعني الأديان. يقول إذا الشخص يعني غير عمله لأنه يمس مبادئه الدينية يعني هل عادي يعني ما في
يمس لكنه يصلح. انت تقول يتعب ويصلح، هذا شيء طيب. نعم هو يصلح يعني اصدقاء طيب. المقربين دائما هو يقول لهم لا تعملوا كذا. يا اختي هو في خير طالما يصلح، هو في خير، لكن مساله يترك وتجاره هذا الامر ما يخص وسيم يوسف ولا رحيق الايمان، هذا يخصك انت وزوجك، تجلسون مع بعض. شكرا. تتناقشون. الله يسلمك. شكرا جزيلا. نعم حياك. والله يوفقكم في هذا البرنامج الرائع جدا. شكرا يا ام مريم. فاصل ونعود اليكم باذن الله. الرحيق العلم.